الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأصلي وأسلم على القائل صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة وسلاما وبركة عليه وعلينا جميعا وعلى كل من صلى عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المباركون، بمشيئة الله تعالى مع لقائي هذا ومع حضراتكم سيكون حديثي بعنوان شهر القرآن. فرمضان شهر القرآن، أظلكم شهر عظيم مبارك تصمو فيه الأرواح وتصفو فيه القلوب، وذلك لكثرة الطاعات والقربات من صيام وصدقة وإحسان. فشهر رمضان شهر عظيم مبارك، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. إن تقوى الله عز وجل هي الغاية في صيام رمضان، الغاية الحقيقية، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم وسيلة عظمى لتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي جماء خير الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الإمام الرازي رحمه الله: إن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى، فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش، وذلك لأن الصوم يكثر شهوة البطن والفرج. فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهونا على الصائم أمر صومه، وذلك جامع لأسباب الخير. أيها الإخوة المباركون، الصيام جنة، أي وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. أيها الإخوة المباركون، القرآن والصيام لهما علاقة تاريخية في النزول. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. فالصيام
طريق التقوى الموصل إلى رحمة الله ورضوانه، وهو سلم الارتقاء نحو سمو النفس وعفتها وطهارتها. النفس متحررة من كل رغبات الحياة المباح ومن شهوات الدنيا المحللة، لتلجأ إلى الله وحده مستعينة بصبر جميل وقلب مطمئن صادق الإيمان، فهي نفس تعيش مع الله عز وجل في هذه الأيام المباركة متوجهة إلى الله. فأي منزلة عظمى يبلغها الصائم بصدق عند الله تعالى، فالصوم ليس إلا تعويد النفس على الصبر وتحمل المكاره اختيارا ورغبة في تقوى الله تعالى ورجاء عفوه ورضاه. فكيف لا يكون القلب حيا وقد تحررت النفس عن رغبات الحياة؟ إنها التقوى أيها المباركون، التقوى حياة القلوب، التقوى هي المقصد الأسمى من صيام شهر رمضان. التقوى هي الغاية العظمى من فريضة صيام شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصفتم بالإيمان، كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي حقيقة تتقون بالصيام وتصلون إلى درجة التقوى، وهي مخافة الله عز وجل في السر والعلن. التقوى حياة القلوب ونور الأبصار ونجاة في المهالك. ولذلك فرض الله عز وجل صيام هذا الشهر في السنة، فأصبحت مدرسة يتدرب فيها المؤمن إلى أسباب التقوى، يتدرب فيها المؤمن خلال هذه الدورة التي تستمر شهرا كاملا، ليتعلم الصبر، ليتعلم التقوى، ليتعلم الإحسان، ليتعلم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. فالقرآن والصيام لهما علاقة. ولهما شبه، فالقرآن فيه مضاعفة الأجر والثواب، كما أن الصيام فيه مضاعفة الأجر والثواب. من تقرب إلى الله بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هذا الشهر يعلمنا الرغبة والإسراع وترك أبواب الخير والإحسان فيه.
لنيل الأجر والثواب والدرجات. فالقرآن الكريم له مضاعفة الأجر، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن الصيام فيه مضاعفة الأجر، والقرآن فيه مضاعفة الأجر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. مدارسة القرآن وكانت ليلا ليدلك على أن هذا الشهر شهر القرآن، شهر التلاوة، شهر التدبر، وهذا أفضل الخلق على الإطلاق. يتدارس كتاب الله عز وجل مع الأمين جبريل عليه السلام، مع أمين الوحي، حتى في العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين ليعلمنا أن نتدارس القرآن خاصة في هذا الشهر، وهو له علاقة بهذا الشهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما على حسب الحوادث. فالقلوب تصف في هذا الشهر، لأن الصيام يحيي القلوب، فمراقبة الله تبارك وتعالى. وقد اختص الله هذه العبادة، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أيها المباركون، إلى فاصل وسنعود، ابقوا معنا إن شاء الله. أيها المباركون، عدنا إليكم. ما زال حديثنا عن شهر القرآن. فرمضان الراء منه رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والألف أمن من النار، والنون نور من الحليم الغفار. يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيلة، الصيام وسيلة عظمى لتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي جماء خير الدنيا والآخرة. الصيام كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها. فالقرآن يضعف والصيام يضعف. فشهر رمضان شهر التوبة، شهر الإناب، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب إلى الله بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. شهر جعل الله فيه ليلة خير من 1000 شهر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في سماء الدنيا أنزلناه. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالقرآن ورمضان لهما علاقة تاريخية ولهما وجه شبه في زيادة الأجر والثواب والحسنات. فالمؤمن يتعلم التقوى والصبر وتحمل المكاره اختيارا ورغبة في البلوغ إلى تقوى الله ورجاء عفوه ورضاه، حينها يكون قلبه حيا. كيف لا يكون القلب حيا وقد تحررت النفس من رغبات الحياة؟ إنها التقوى أيها المباركون حياة القلوب. إن المسلم الصائم يجد من الحلاوة والخشوع والبكاء ما يحيي به قلبه ويتمنى أن لو زاد شهر رمضان، إنها أيام قلائل، أياما معدودات تنتهي، أيام قلائل يكون ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. فالإنسان يتضرع فيها إلى الله بالإكثار من القربات بتلاوة القرآن، خاصة الليلة كما كان عليه الصلاة والسلام يعرضه على جبريل أمين الوحي. فالله عز وجل أكرمنا بهذا الشهر لنستفيد ونغسل خطايانا وذنوبنا حتى نلقى الله كيوم ولدتنا أمهاتنا. أيها الإخوة المباركون، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي أي خاص بي، ما عبد غير الله بالصيام وأنا أجزي به، فالجزاء من الكريم المنان
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. تحلم مكارم الأخلاق، من سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، رائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك. يا لها من مكانة، يا لها من منزلة، يا بشرى للصائمين. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالجزاء من عند الكريم المنان، وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها. أيها الإخوة المباركون، شهر رمضان شهر الغفران، شهر التوبة الصادقة والنصوح، شهر تفضل الله عز وجل بمجازاة أهله، وأنا أجزي به. وإذا نظرت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك ويهنئك بقوله الكريم: ما من عبد يصوم في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يوم 70 خريفا. لو تأملت لأدركت بأن الفرصة الرمضانية المتواتية هي من فرص العمر. إن لله في أيام دهركم نفحات، من فرص العمر الفريدة. من صام رمضان إيمانا تصديقا واحتسابا لا رياء ولا سمعة غفر له ما تقدم من ذنبه. تعلمت أنك أمام فرصة لإسقاط الذنوب والعقوبات والجزاءات، ونجوت بجسدك وروحك من نار لا تبقى ولا تذر. أيها الإخوة المباركون، الصيام فرصة، فلنقبل على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله وعلى القربات. وتلاوة القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه على جبريل حين يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس حين يلقاه جبريل، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فالمسلم يحرص على أن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعهد القرآن بالمدارسة كما تعهد عليه الصلاة والسلام بالمدارسة ليلة، لأن الليل تصفو فيه القلوب، حينها يتواطأ القلب مع اللسان على الصفاء في تلاوة القرآن وفي الخشوع والتدبر في ألفاظه ومعانيه. فتلك وسيلة لتنوير القلب وإحيائه. فحضور القلب وحضور الفكر والخشوع من أمور هامة عند قراءة القرآن.
أيها الإخوة المباركون، علينا الإقبال في هذا الشهر الفضيل القربات، وأفضل الذكر كلام الله عز وجل. لا أقول ألف لام ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ونوابه ولي عهده الأمين، وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه، واجعلهم لسان خير وصدق وبركة عن هذا البلد خاصة سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وارحم اللهم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، اللهم انزلهم منزلا مباركا وأفت عليهم من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأدخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك أباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان والرخاء وعلى سائر بلاد المسلمين. بارك اللهم في حاكم إماراتنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي ولي عهده الأمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تحدهم على الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.